qui subit un flot de doutes, comme vous venez de le dire. يعني يشكوا في نتائج الولاية. قال لماذا هذه تقريبا 7 سنوات بصفة مستمرة هذه الولاية رها دائما خاصة في البكالوريا في المرتبة الأولى ما بين الولايات. ألوغ هذا إذا كاين هذا الشك معناتها ما عندهم جواب لهذا الرأي لبعض من المواطنين حتى من بعض المسؤولين اللي راهم يطرحوها. أنا أولا نعرضهم باش يجيو الولاية هذاك جواب الأول نعرضهم باش يجيو هنا لما يشوفوا كيفاش يعني راه يتم العملية أخذ بعين الاعتبار الجانب التربوي في الولاية وهي تمس الالتزام أولا للتلاميذ للطاقم التربوي للأولياء للمدراء المؤسسات للمسؤولين على المستوى المحلي راه كاين نظن بلي المجتمع المحلي أفرض نوع من التنسيق في خدمة التلميذ وفي خدمة القطاع التربية الوطنية. هذا الجانب لاحظناه هو جانب ملموس ولما زرت يعني هذو لي فيتور زونسينيون اللي راهم موجودين اليوم في طرابلس نحسوا هذا الرغبة وراه كاين رهان كبير جدا. أنا بالنسبة لي ما عندي حتى شك وجودي هنا يعبر على قناعتي في نتائج الولاية وفقط أنا غادي نطرح اقتراح للمدير التربية في ولاية تيزي وزو وكذلك للطاقم التربوي. أنا أريد أن يكون تبادل التجربة ما بين ولاية تيزي وزو وولاية الأخرى اللي ما كانش عندهم حظ باش يلحقوا إلى مستوى عالي.